واجهت التحديات التي تواجه العملية السياسية. بحسب البيان، أكد المالكي ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد المواقف إزاء القضايا الداخلية والخارجية، العمل من أجل الإسراع في القضايا على تنظيم داعش الإرهابي، تجاوز الأزمة الاقتصادية، عودة الأمن والاستقرار إلى عموم البلاد. هذا ونقل موقع كردي تابع لرئيس حكومة كردستان جرفان البازاني العباد ووفد كردستان كان بانتظار رد واضح من الآخر على سؤاله. أراد العباد معرفة هل أن الكرد مع العراق أم لا، بينما أراد الوفد الكردي الرد على سؤاله لماذا لا ترسل بغداد الأموال إلى البيشمركة. أضاف الموقع الموضوع الآخر كان منح البنك الدولي قرضا للعراق بقيمة 5 مليارات دولار، كما أعلنت واشنطن بأنه في حال عدم اتفاق إقليم كردستان مع بغداد أنه لن يتم إرسال حصة الإقليم من القرض إلى أربيل. يقول مراقبون أن إشراك البيشمركة في عملية الموصل ستكون نقطة تقارب إيجابية. مهند محمود أعد هذا التقرير. تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان نتائج زيارة وفدها الذي يترأسه نيتشرفان بارزاني رئيس الحكومة إلى بغداد للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية العالقة بين الجانبين، وعلى رأسها الأزمة المالية وموازنة كردستان المستقطعة. اليوم نتأمل خيرا بينكم هذا التواصل لوضع النقاط على الحروف، لأما أن يكون هنالك اتفاقية والاتفاقية هذه تكون موجودة على أرض الواقع، أم يكون يعني ضمن ما موجود في الموازنة العراقية، أو يكون هناك اتفاقية أخرى يكون بشكل لصالح الطرفين. إلى ذلك أكدت مصادر أن الاجتماعات ما بين العبادي والبارزاني صارت أكثر قربا في الرؤى، سيما وأن مسألة تحرير الموصل وشروط مشاركة البيشمركة في هذه الحرب قد تخلق أجواء منسجمة، ولعل الديمقراطي الكردستاني في أربيل يلوح بضرورة توحد القوى العربية والكردية لمواجهة الإرهاب. تتضمن هذه الموازنة عدد من الأمور وعدد من الالتزامات على الحكومة العراقية لإيفاء بها، من ضمنها موضوع مثلا رواتب البيشمركة. رواتب البيشمركة ضمن الموازنة هي على وزارة الدفاع العراقية، ضمن موازنة وزارة الدفاع العراقية، فلذلك لابد من وزارة الدفاع العراقية أن تخصص هذه الأموال الخاصة برواتب البيشمركة ضمن موازنتها. وعلى صعيد منفصل، يزور وفد أوروبي الأحزاب الكردستانية لبحث الخلافات بينها ومحاولة تقريب وجهة النظر، حيث التقى الوفد بأمير الجماعة الإسلامية ليلتقي بعدها بقيادات الديمقراطي الكردستاني. ووعد الوفد بضرورة منح الكرد حصة من المساعدات المالية التي سيحصل عليها العراق. وفد المرافق إلى لقاءات مع جميع الأحزاب الكردستانية الذين أعضاء في البرلمان الكردستاني. هذه تأتي كمبادرة لتقريب وجهات النظر، فبالتالي عبورها إلى الأزمة التي